السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة التأمينات الهندسية، وهنتكلم عن زي ما احنا عارفين ان التأمينات الهندسية ده احنا عندنا نوعين من التأمينات، في تأمينات الممتلكات وتأمينات على الأشخاص. التأمينات على الممتلكات اللي هي من ضمنها تأمينات الهندسية، لأن احنا قلنا ان تأمينات الممتلكات بيبقى تحتيها اللي هي تأمينات هندسية، وبيبقى فيها اللي هي سيارات وسرقة وحريق وسطو، دي من التأمينات على الممتلكات. أما التأمينات على الأشخاص اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتكون على الأشخاص، أما هنا بقى احنا بنتكلم في التأمينات الهندسية اللي هي من ضمن التأمينات على الممتلكات. في البداية خالص هنبدأ ناخد الوحدة الأولى اللي هي مقدمة على التأمينات الهندسية. مقدمة على التأمينات الهندسية، فالبداية خالص هناخد يعني إيه مفهوم التأمينات الهندسية. التأمينات الهندسية أو مفهوم التأمينات الهندسية هي مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الممتلكات، إن أنا ببدأ إن أنا أعمل حماية تأمينية أو ببدأ إن أنا أأمن عليهم. أنا هنا في التأمينات الممتلكات أنا بعمل إيه؟ بعمل حماية تأمينية وتعويض، بعمل حاجتين، إن أنا بعوض لأن دي ممتلكات، يبقى هنا في التأمينات الهندسية بعمل تعويض وببدأ إن أنا بعمل حماية تأمينية. هنيجي مع بعض هنا لو احنا هنشوف مع بعض على الشاشة اللي هي تعريف التأمينات الهندسية، هي مجموعة من التأمينات الممتلكات والمسؤولية المدنية، بتهدف إلى إيه؟ إلى حماية كافة المشروعات الصناعية المختلفة، سواء كانت إنشائية أو تحويلية أو استخراجية، من الخسائر المادية وكذلك الخسائر التي تصيب الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات والمباني. هنا هتقولولي إن التعريف ده كبير قوي، طب أنا هعرف إزاي أو أنا هعرف أكتبه إزاي أو أحفظه إزاي؟ أنا مش عاوزاك إن أنت تحفظه، أنا عاوزاك إن أنت تكون فاهمه. هنا أول حاجة اللي هي مجموعة من التأمينات الممتلكات والمسؤولية المدنية، يبقى هنا أول حاجة اللي هي إيه؟ هي مجموعة من التأمينات الممتلكات والمسؤولية المدنية. بتهدف إلى إيه؟ بتهدف إلى حماية تهدف إلى حماية المشروعات الصناعية المختلفة. طب انا بعمل حمايه كافه المشروعات الصناعيه الايه المختلف، طب سواء كانت ايه، سواء كانت انشائيه او تحويليه او استخراجيه. ان انا انشائيه ان انا هعمل انشاء، يعني هعمل مصنع مبنى او كده، يبقى دي انشائيه. تحويليه ان انا بحول مثلا من اللي هي المعادن، ببدا ان انا احوله. او استخراجيه اللي هو بستخرج مثلا بترول او فحم، دي المشاريع الصناعيه المختلفه. من الخسائر المادية وكذلك الخسائر اللي بتصيب، أنا الخسائر اللي بتصيب عندي إيه؟ الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات والمباني. دي التعريف اللي هي التأمينات الإيه؟ الهندسية. هنيجي بعد كده نطاق الحماية التأمينية. نطاق الحماية التأمينية في التأمينات الهندسية، أنا نطاق الحماية التأمينية أنا عندي 3 حاجات، اللي هي الوحدات المؤمن عليها والأخطار المغطاة والتعويضات اللي هي بتكون يا إما مباشرة أو غير مباشرة. يبقى هنا نطاق الحماية التأمينية، أول حاجة الوحدات المؤمن عليها، تاني حاجة الأخطار المغطاة أو القابلة للتأمين، تالت حاجة التعويض عن الأضرار المباشرة والغير مباشرة. طيب هنا أول حاجة هناخدها من نطاق الحماية التأمينية في التأمينات الهندسية هي الوحدات المؤمن عليها. طب أنا الوحدات المؤمن عليها اللي هي زي إيه؟ الوحدات المؤمن عليها زي المباني، زي المباني والإيه تاني؟ والمباني والآلات والمعدات. يقصد بيها الوحدات المؤمن عليها زي الآلات والتركيبات والمعدات والأجهزة. يبقى هنا الوحدات المؤمن عليها هي الوحدات المؤمن عليها زي الآلات والتركيبات والمعدات والأجهزة. طيب تاني حاجة هي الأخطار المغطاة. الأخطار المغطاة دي بتختلف من دولة لأخرى ومن وثيقة لأخرى، ويتم تعويض الخسارة الناتجة عن نقص مهارة العمال أو الإهمال أو سواء سوء استخدام الآلات.
يبقى هنا الاخطار المغطاه هي بتختلف من دوله الى ايه الى اخرى، او من وثيقه لايه لاخرى. تالت حاجه اللي هي التعويضات. عندي التعويض عن الاضرار المباشره والتعويض الغير مباشر. طب انا عندي هنا التعويض المباشره والتعويض الغير مباشره. التعويض المباشره دي ان هي بتصيب اللي هي الممتلكات، بتصيب اللي هي الايه الممتلكات الخاصه بالمؤمن عليه. طيب اما الغير مباشره اللي هي فقد الارباح، يبقى هنا عندي من نطاق الحمايه التامينيه قلنا ان هما ثلاث حاجات: الوحدات المؤمن عليها، والاضرار الاخطار المغطاه، واخر حاجه التعويض عن الاضرار المباشره والغير مباشره. وان الوحدات المؤمن عليها اللي هي الوحدات اللي انا بامن عليها اللي هي الوحدات الايه اللي هي زي الالات والمعدات والاجهزه والالات. قلنا ان الاخطار المغطاه هي بتختلف من وثيقه الى اخرى ومن بلد الى اخرى، بتختلف التغطيه او الاخطار المغطاه. ثالث حاجه من نطاق الحمايه التامينيه اللي هي التعويض عن الاضرار المباشره والغير مباشره. وقلنا ان هنا عندي نوعين: الاضرار المباشره، التعويض عن الاضرار المباشره والغير مباشره. المباشره دي اللي هي زي ان انا بصيب اللي هي ممتلكات المؤمن عليه او مؤمن له. اما الغير مباشره ان انا بتصيب الايه الارباح. يعني ايه بتصيب الارباح؟ يعني مثلا انا المصنع المفروض ان انا هفتحه اخر السنه، وجيت اخر السنه المقاول بتاعي لسه ما خلصش المصنع المباني بتاعته او كده، فانا كده الفتره اللي هو اتاخر فيها في تسليم المكان اللي هو المقاول، فكده كده انا هخسر في الايه في الربح. ان انا لو انا كنت شغلت المصنع فطبعا كنت هنتج الانتاج، فبدا الارباح بتاعتي كده انا هخسرها في الوقت التوقف المصنع بتاعي. فهنا دي بتعتبر غير مباشرة، تعتبر غير ايه مباشرة. طيب احنا كده خدنا نطاق الحماية التأمينية وقلنا ان هما ثلاثة. طيب هنشوفها على الشاشة اللي هو التعويض عن الخسائر المباشرة، اللي هي بيشمل ذلك تعويض المؤمن له عن الأضرار اللي بتصيب ممتلكاته نتيجة وقوع الحادث. يبقى هنا مباشرة زي ما قلنا كده، التعويض عن الخسائر المباشرة ان هي حاجة مباشرة ان هي بتصيب ممتلكاته نتيجة وقوع حادث. يعني مثلا الآلة باظت او الآلة خلاص اتدمرت مثلا، مش هتقدر ان انا اشتغل فيها، دي حاجة اسمها دي مباشرة، خسائر ايه مباشرة. اما التعويض عن الخسائر الغير مباشرة اللي هي زي ان هي تعويض فقدان الارباح بسبب توقف الايه الانتاج، ان انا بيتوقف الايه الانتاج. انواع التامينات الهندسيه، انا عندي انواع التامينات الهندسيه هم خمسه، اللي هي ايه؟ اول حاجه تامين جميع اخطار المقاولين، تاني نوع تامين جميع اخطار التركيب، تالت نوع تامين جميع تامين معدات المقاولين البريه، رابع النوع اللي هي تأمين فساد البضائع، هنا تأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية. هنا يبقى هنا عندي أنواع التأمينات الهندسية، أول نوع اللي هو تأمين جميع أخطار المقاولين اللي هو بيأمن المشروعات تحت الإنشاء ضد جميع أخطار الإنشاء والتشييد التي يلتزم بها المقاول في عقد المقاولة. النوع الثاني من التأمينات الهندسية اللي هو تأمين جميع أخطار التركيب، اللي هنا بيأمن المشروع من الأخطار التي تواجه نتيجة تركيب الآلات والمعدات. النوع الثالث تأمين معدات المقاولين البرية، هنا بيغطي الخسارة الكلية أو الجزئية لكافة أنواع المعدات والماكينات التي يستخدمها المقاولون في مشاريع التشييد والايه والبناء. النوع الرابع اللي هو تأمين عطل الآلات، عطل الآلات دي اللي هو بيؤمن المشروعات القائمة والجاري تشغيلها، وذلك ضد الأعطال الناشئة عن الأسباب الميكانيكية. يبقى هنا ده عطل ضد الأعطال الناشئة عن ايه؟ عن الأسباب الميكانيكية. النوع اللي بعد كده اللي هو تأمين المعدات والأجهزة الإلكترونية، الأجهزة الإلكترونية دي بتكون حساسة،
يبقى هنا بيؤمن الأجهزة الإلكترونية ضد الأضرار المادية والمفاجئة والغير متوقعة التي تلحق بها. هنا الوساطة الخارجية أو الوساطة الخارجية لحفظ المعلومات، الوسائط الخارجية لحفظ المعلومات إذ ما أصيب بها بما في ذلك المعلومات المخزنة إيه عليه. التعطل الكلي أو الجزئي لأجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى وما يترتب عليها من زيادة تكاليف الإيه التشغيل. هنا اللي هي الأجهزة الإلكترونية. آخر حاجة اللي هو تأمين فساد البضائع في مخازن التبريد. هنا بيؤمن البضائع الموجودة في مخازن التبريد من أي خسارة أو ضرر نتيجة عطل مادي فجائي للآلات التبريد، لآلات الإيه التبريد. يبقى احنا كده أخدنا أنواع اللي هي التأمينات الهندسية، وقلنا إن التأمينات الهندسية وأنواع التأمينات الهندسية هم إيه، هم 6 أنواع اللي هم إيه نفتكرهم مع بعض، اللي هي تأمين جميع أخطار التركيب، تأمين جميع أخطار المقاولين، تأمين المعدات البرية، وتأمين فساد البضائع، وتأمين اللي هي الأجهزة الإلكترونية هنا يبقى دي اللي هنا، وتأمين عطل الآلات. يبقى هما كام؟ هم 6 أنواع. 6 الأنواع دول هناخدهم بالتفصيل، يعني هتلاقي إن احنا كده عندنا 6 وحدات كل وحدة بندي فيها اللي هو نوع من أنواع التأمين الهندسي. طبعا احنا دلوقتي في الوحدة الأولى، هتلاقي الوحدة الثانية على طول اللي هي تأمين جميع أخطار المقاولين. هناخد كل نوع على حدة بالتفصيل وكل وثيقة وبنأمن عليها ازاي. طيب يبقى كده احنا خدنا اللي هي أنواع التأمين. هنيجي بعد كده هناخد السمات العامة للوثيقة، لو احنا شفناها على الشاشة السمات العامة للتأمينات الهندسية. أول حاجة في السمات إن جميع أنواع التأمينات الهندسية هي تأمينات حوادث، لابد أن يكون التلف فجائي وغير متوقع. تاني حاجة إن وثائق التأمينات الهندسية بتحتاج إلى مجهود كبير في خدمتها وعمليات متابعتها. يبقى هنا من السمات العامة إن هنا التأمينات الهندسية هي تأمينات حوادث، ولازم نأكد على إن هنا لازم يكون التلف ده يكون مفاجئ وغير متوقع. ما ينفعش إن أنا يكون التلف ده أنا متوقعاه أو أنا مش مفاجئ بالنسبة لي. وتاني حاجة إن هنا من السمات العامة للتأمينات الهندسية إن بتحتاج إلى مجهود كبير في خدمتها وعملية الإيه المتابعة. تالت حاجة إن وثائق التأمينات الهندسية من الوثائق طويلة الأجل، إن هي طويلة الأجل إن هي بتاخد وقت طويل، يعني ممكن المؤمن عليها دي مثلا بيكون بتقعد مثلا 10 سنين أو 3 سنين على حسب الوثيقة. فأنا هنا الوثيقة طويلة الإيه الأجل. هنا بتغطي وثائق التأمين الهندسية أخطار متعددة ذات حجم واسع والمدة إيه طويلة. أخطار التأمينات الهندسية ذات طبيعة إيه؟ ذات طبيعة خاصة. يبقى احنا خدنا اللي هي السمات العامة، وقلنا إن السمات العامة إن اللي هنا التأمينات الهندسية بتكون من الحوادث، من الوثائق الحوادث، وقلنا إن هي بتكون طويلة الأجل، وقلنا لازم إن هنا التأمينات الهندسية لازم أو الضرر ده لازم يكون مفاجئ وغير متوقع، لازم يكون ان انا اتفاجئ بيه ومش متوقع ان هو يحصل الضرر ده او الخساره دي. وقلنا ان هنا ان بتحتاج الى مده طويله، يبقى هنا دي طويله الاجل، وان هي بتحتاج مجهود كبير وبتحتاج الى متابعه كبيره، فانا بتاخد جهد كبير بالنسبه لي. دي السمات العامه للتامينات الهندسيه. هناخد اللي هي السمات الخاصة للتأمينات الهندسية وهم نوعين، هنشوفهم هنا على الشاشة. السمات الخاصة بتغطية في التأمينات الهندسية، النوع الأولاني اللي هو بيشمل كافة أنواع المقاولات الخاصة بالإنشاء وكذلك مقاولات التركيب
أي منذ بداية الإنشاء وحتى تاريخ التسليم النهائي للإيه؟ للمشروع. يبقى هنا النوع الأولاني بالنسبة لي هي بتشمل إيه؟ بتشمل كافة أنواع المقاولات الخاصة بالإنشاء وكذلك التركيب، أي منذ بداية الإنشاء حتى تاريخ تسليم الإيه؟ النهائي للمشروع. طب النوع التاني بيبقى إيه؟ بيشمل باقي أنواع التأمين الهندسي، أي بعد التسليم النهائي اللي هي فترة التشغيل، اي ان التغطيه بتكون خلال مرحله الايه، مرحله الانتاج. يبقى انا عندي نوعين، نوع الانشاء والتركيب حتى تسليم النهائي للمشروع، والنوع الثاني اللي هو فتره التشغيل او مرحله الايه، مرحله الانتاج. هنمسك اول نوع اللي هو النوع الاولاني، هناخد منه السمات الخاصه بالتغطيه في النوع الاول. هنا بتكون مده التغطيه محدوده بفترة تنفيذ المقاولة فقط، ولا يعاد أو يجدد التأمين بعدها. يعني أنا خلصت فترة تنفيذ المقاولة بتاعتي، فأنا ما ينفعش إن أنا أجدد التأمين بتاعي. إن القسط غير قابل للتجديد بعد انتهاء تنفيذ المقاولة، أنا ما ينفعش إن أنا أجدد القسط بتاعي بعد المقاولة ما انتهت. إن محفظة هذا النوع من التأمين نادرة ما تكون كافية، وذلك للتقلبات في دخل الأقساط. يبقى هنا إن محفظة النوع دي بتكون إيه؟ نادرة. هنا إن القسط غير قابل للتجديد، علشان إن أنا غير قابل للتجديد، لأن هنا الوثيقة دي بتنتهي وقت النفاذ اللي هي الإيه؟ المقاولة بتاعتي. يعني ساعة المقاولة خلاص أنا بالنسبة لي شركة التأمين بتعمل ايه؟ لو المقاولة بتاعتي خلصت خلاص كده، ان هنا النوع الاولاني كده بتنتهي القسط بتاعي، ما ينفعش ان انا اجدد القسط بتاعي. ليه؟ لان انا قايلة ان النوع الاولاني ده يخص التركيب والتشييد حتى نهاية تسليم المشروع بتاعي. اما في النوع الثاني اللي هو خاص بالايه، بالانتاجيه، مرحله الانتاج، مرحله التشغيل، ان انا بشغل، يبقى في المرحله الاولى اللي هي التركيب، مرحلة التركيب أو المقاولة، أنا خلصت وسلمت، هل ينفع إن أنا أجدد أو إن أنا أعمل القسط بتاعي؟ لا، ما ينفعش، لأن لو هو أنا نهيت المشروع وسلمته خلاص كده ما ينفعش إن أنا أجدد أو إن أنا أعمل الوثيقة تاني. ده النوع الإيه؟ الأولين. طب النوع التاني اللي هو أثناء التشغيل أو فترة الإنتاج أو مرحلة الإنتاجية، هنشوفها هنا على الشاشة، اللي هي بردك لسه هنكمل في السمات الخاصة بالتغطية في النوع الأول. إن مبلغ التأمين في هذا النوع عادة ما تكون ضخمة جدا، ويرجع ذلك إلى ضخامة حجم المشروعات، لأن احنا قلنا إن المشروعات بتكون حجمها كبير جدا. خامس حاجة، إن بيبقى التأمين ساري بعد إتمام المقاولة، والفترة محدودة، وتسمى اللي هي فترة الصيانة والتجربة. اللي هي فترة الصيانة هي التأمين على كافة أخطار الإيه؟ المقاولين. هنا مدة التجربة في التأمين على كافة أخطار الإيه؟ التركيب. يبقى أنا عندي إن التأمين بيكون ساري بعد إتمام المقاولة بفترة محدودة، إن هنا عندي فترتين، اللي هي فترة الصيانة واللي هي فترة الصيانة ومدة الإيه؟ التجربة. هنيجي بعد كده اللي هي السمات الخاصة بالتغطية في النوع التاني. إن الوثيقة في هذا النوع سنوية، ويتم تجديدها سنوية أو دورية. تاني حاجة، إن مدة التغطية غير محدودة في المدة الطويلة، فيتم التجديد لأجل غير مسمى. أنا بجدد لأجل غير إيه؟ مسمى، لأن هنا التغطية غير إيه؟ محدودة. تالت حاجة، إن الوثيقة أو إن الوثائق المتناهية تتجدد أو تستبدل بأخرى بنفس الوحدة. يعني انا لو الوثيقه المنتهيه دي انا ينفع ان انا اجددها واستبدلها بس بنفس الايه؟ الوحده. ان محفظه هذا النوع من التامين اكثر توازنا، اكثر ايه؟ توازنا، من حيث دخل الاقساط عن النوع الايه؟ عن النوع الاول. هنا هناخد انواع الخسائر في التامينات الهندسيه، وانا عندي انواع الخسائر في التامينات الهندسيه هما ثلاثه: الخسائر في الأرباح، والخسائر المادية، والخسائر التي تصيب الغير. يبقى هنا الخسائر المادية، والخسائر في الأرباح، والخسائر التي تصيب الغير. طب الخسائر المادية، الخسائر المادية التي تصيب بالآلات والمعدات، دي اللي هي الخسائر المادية اللي بتصيب الممتلكات الشخص.
طب الخسائر في الأرباح هي بتنقسم إلى حاجتين، اللي هي خسائر في الاستثمار والخسائر في الإنتاج. وهنا الثالث نوع من الأنواع اللي هي الخسائر، اللي هي الخسائر التي تصيب الغير. طب والخسائر التي تصيب الغير، يعني أنا مأمنة مثلا على اللي هي المصنع اللي أنا ببنيه أو الشركة اللي أنا ببنيها، وأثناء البناء أو كده في حد مثلا بيعدي أو حد جنبي مثلا حصل حاجة فهو اتصاب، هو مش صاحب المنشأة دي أو مش صاحب الشركة دي، بس هو اتصاب أثناء ليه؟ أثناء التشييد أو أثناء البناء. فهنا كده شركة التأمين بتعوض اللي هي الخسائر التي تصيب الغير، الخسائر التي تصيب الإيه؟ الغير. طيب هنيجي نشوفها هنا على الشاشة أنواع الخسائر، اللي هو أول نوع الخسائر المادية، هنا اللي بتصيب المؤمن له في أمواله وممتلكاته في المشروعات الهندسية المختلفة، سواء أثناء الإنشاء أو أثناء الإيه؟ الإنتاج. يبقى هنا الخسائر المادية اللي هي خاصة اللي بتصيب المؤمن له، اللي هي في ايه؟ في أمواله وممتلكاته في المشروعات الايه؟ الهندسية. طب دي أول نوع من الخسائر. النوع الثاني زي ما احنا قلنا ان هي الخسائر في الأرباح، والخسائر في الأرباح اللي هي بتنقسم إلى خسائر الاستثمار وخسائر الإنتاج. خسائر الاستثمار وخسائر الايه؟ الإنتاج. هناخد أول حاجة اللي هي الخسائر الاستثمار. هنا الخسائر الناتجة عن عدم تمكن المؤمن له من استغلال مشروع معين، ان انا الخسائر الناتجة عن عدم تمكن المؤمن من استغلال مشروع معين نتيجة عدم انتهاء منه في الوقت المحدد. يعني انا كنت محددة ان انا المصنع بتاعي الشهر ده ان انا خلاص هيتعمل وابدأ ان انا اشتغل فيه، طبعا انا كده ما استلمتش الشهر ده وهستلمه مثلا بعد 10 شهور مثلا، يبقى كده انا كده عندي خسارة في الاستثمار ولا لا؟ عندي خسارة في الاستثمار، علشان انا كده ما استغلتش المشروع بتاعي اللي هو لان هو لسه ما انتهاش في الوقت الايه؟ المحدد. دي الخسائر الايه؟ الاستثمار. النوع الثاني اللي هي خسائر الانتاج، هي خسائر الناتجة عن عدم تمكن المؤمن له من الحصول على الطاقة الإنتاجية الكاملة نتيجة الخسارة في الأدوات الإنتاجية. يعني مثلا هنا حصل حريق في المصنع والآلات مثلا اتعطلت، فأنا كده وقفت في الطاقة الإنتاجية مش شغال المصنع، فهنا كده أنا عندي خسارة في الإنتاج نتيجة للخسارة في أدوات الإيه؟ الإنتاج، أو الآلة اتعطلت فكده أنا عندي خسارة في الإيه؟ في الإنتاج. النوع الثالث بقى اللي هي الخسائر التي تصيب الغير، هنا بتتمثل في المسؤوليات المدنية التي يكون المؤمن له مسؤول عنها قانونيا اتجاه الطرف الثالث نتيجة لتنفيذ ايه؟ اعماله. ان هنا بيتمثل في المسؤولية المدنية اللي بيكون المؤمن له مسؤول عنها قانونا نتيجة اتجاه الطرف الثالث نتيجة تنفيذ ايه؟ اعماله. دي هي انواع الخسائر في الانواع الايه؟ الخسائر. هناخد بعد كده بقى خدنا انواع الخسائر وقلنا ان انواع الخسائر هم 3، اللي هي الخسائر الماديه والخسائر التي تصيب الغير والخسائر في الارباح. هناخد بعد كده اسباب الخسائر في التامينات الهندسيه. عندي نوعين من الأسباب، اللي هي خسائر ناتجة عن عوامل فنية، والنوع الثاني الخسائر الناتجة عن عوامل موضوعية. يبقى هنا خسائر ناتجة عن عوامل فنية والتانية خسائر ناتجة عن عوامل موضوعية. هناخد أول نوع اللي هي خسائر ناتجة عن عوامل فنية، اللي هي خاصة بإيه؟ بنقص خبرة المقاولين، عدم اتخاذ المقاولين أو صاحب المشروع أساليب الوقاية والمنع اللازمة للعمل. ثالث حاجة اللي هي نقص خبرة وكفاءة المهندسين والمشرفين والعمال. دي كان هنا من أسباب اللي هي الأسباب الخسائر في التأمينات الهندسية. أسباب الخسائر في التأمينات الهندسية أول نوع اللي هو أو أول سبب اللي هي خسائر ناتجة عن عوامل إيه؟ فنية. النوع الثاني اللي هي خسائر ناتجة عن عوامل موضوعية، دي بتخص عوامل ناتجة عن التدخل البشري، والنوع الثاني اللي هي عوامل ناتجه عن اخطار الطبيعه. من اسمها كده التدخل البشري واخطار الطبيعه، التدخل البشري اللي هو بيتدخل الانسان فيها، دي العوامل اللي بيتدخل الانسان فيها زي الاهمال مثلا،
اما الاخطار التبعيه اللي هي سبحانه وتعالى، اللي هي بيكون ربنا سبحانه وتعالى هو اللي فيه السبب فيها، زي اللي هي الزلازل والبراكين. يبقى هنا اول عامل اللي هي عوامل ناتجه عن التدخل البشري، مثل الاهمال، الخطا في طريقه الانشاء او تنفيذ العمل، او خطا في التصميم. العوامل الثانية اللي هي عوامل ناتجة عن أخطار الطبيعة اللي هي لا دخل للإنسان بيها، ويكون عز وجل سبحانه وتعالى إن هو دخل بيها، اللي هي زي الفيضان، الأمطار، أخطار الزلازل، أخطار الأعاصير، وأخطار الصواعق. يبقى احنا كده أخدنا أسباب الخسارة في التأمينات الهندسية، قلنا إن هما سببين. السبب الأولاني اللي هي الخسائر الناتجة عن اللي هي الموضوعية، والناتجة عن الأخطار الموضوعية، والتانية الموضوعية والفنية. الفنية دي بتكون عن نقص خبرة المهندسين، نقص خبرة المقاولين، إن مثلا المقاولين ما بيستخدموش اللي هي أساليب الوقاية والمنع دي، من جهة اللي هي أو من ناتجة الفنية. اما هي الموضوعية عندي نوعين، اللي هو التدخل البشري والتدخل البشري واللي هو الطبيعة. التدخل البشري اللي هو بيتدخل الانسان فيها، زي الاهمال، اهمال في التصميم، اهمال المقاول، كل ده بتخص الحاجة اللي هو التدخل البشري اللي هي الموضوع. طب اللي هو الطبيعة اللي هو لا دخل للإنسان فيها، زي البراكين، زي الزلازل، زي الأعاصير، كل دي لا دخل للإنسان ليها، دي أخطار الإيه؟ الطبيعة. يبقى هنا خدنا أسباب الخسائر في التأمينات الهندسية. هنيجي بعد كده نشوف هنا وسائل تقليل الخسائر في التأمينات الهندسية. هنا الوسائل اللي بتتخذها شركات التأمين للحد من هذه الخسائر. أنا شركة التأمين لازم تاخد الوسائل عشان تتخذها للحد من هذه الخسائر. أول حاجة إن هنا لازم تقيم الأخطار الرئيسية للمشروعات. تاني حاجة إن هي بتزود القسط. تالت حاجة إن هي بتزود أو زيادة التحمل الإجباري. رابع حاجة اللي هي مشاركة المؤمن له في الخسارة. اخر حاجه ان هي بتقدم المشوره الهندسيه. يبقى هنا الوسائل اللي بتتخذها شركات التامين للحد من هذه الخساره، انا في شركه التامين لازم تاخد وسائل للحد من الخساره. ايه هي الوسائل دي؟ اول حاجه ان هي بتقيم الخطر. لازم ان انا اقيم الخطر ده. هنا الخطر ده لو حصل خطر، انا هقدر ان انا اعمل مبلغ التامين هيبقى كام، او التعويض هيبقى كام. لازم تقيم الخطر بتاعه. تاني حاجة ان هي تعمل تخلي ان المؤمن له يتحمل معاها في الخسارة، مش هي اللي تشيل الخسارة كلها، تخلي ان المؤمن له يتحمل جزء من الخسارة. هنا لازم ان هي تعمل تزود اللي هي الاقساط. تالت حاجة ان هي تبدأ ان هي تعمل ايه، دي من الوسائل لشركة التأمين. شركة التأمين هي بتحمي، تقدر ان هي تقدم مشوره لو هي لقت ان هنا المقاول او صاحب المشروع محتاج ان هو تديله مشوره هندسيه، او مشوره تقول له الوضع عامل ازاي، او ازاي ان هي يشتغل. تقدر ان هي تقدم له المشوره ليه. دي الوسائل اللي شركه التامين بتعملها. طيب دي شركه التامين بتعمل وسائل للحد من الخساره. طب المؤمن له ده مش لازم ان هو يعمل وسائل للحد برضك من الخساره؟ اكيد طبعا لازم يعمل وسائل للحد من الخساره. احنا خدنا شركه التامين بتعمل ايه، ان هي لازم بتحمل المؤمن له الخساره، ان هي بتزود القسط، ان هي مثلا تدي له مشوره، ان هي لازم تقيم الخطر. طب هناخد الجزء اللي بعد كده على الشاشه، الوسائل اللي بيتحمل او الوسائل اللي بيتخذها اصحاب المشروعات للحد من هذه الخسائر. اول حاجه اختيار الموقع المناسب للمشروع، والتاكد من سلامه التصميمات الهندسيه. لازم هو يختار موقع مناسب للمشروع، ويتأكد ان التصميمات سليمة. تاني حاجة ان هو يتأكد ان الآلات المشروع مطابقة للمواصفات القياسية. تالت حاجة ان هو يتأكد من ان الآلات والمشروع تم فحصه، ان آلات المشروع تم فحصها من قبل مهندسين متخصصين. يبقى هنا لازم من وسائل اللي بيتخذها اصحاب المشروعات، لازم ان هو ميجي يختار المكان المناسب.
تاني حاجة لازم يشوف ان الالات اللي بيستخدمها مطابقة للمواصفات. تالت حاجة ان الالات المشروع تم فحصها من قبل مهندسين متخصصين. هنا رابع حاجة اتباع الوسائل اللازمة للحد من وقوع اي حادث. زي ايه؟ ايه الوسائل اللي هيتخذها عشان ما يحصلش حادث؟ وجود اجهزة امان لايقاف الالات فورا في حالة الطوارئ. تاني حاجة وجود أجهزة إنذار وإطفاء على درجة عالية من الكفاءة. تالت حاجة إن أنا بتوفير وسائل الحماية الشخصية اللازمة للعاملين أثناء العمل. كده لو احنا أخدنا وفاكرين مع بعض، احنا خدنا اللي هي الوحدة الأولى، والوحدة الأولى كانت بتتكلم عن مقدمة في التأمينات الهندسية. وقلنا في المقدمة في التأمينات الهندسية كان أول حاجة اتكلمنا فيها اللي هو تعريف التأمينات الهندسية، وقلنا إن تعريف التأمينات الهندسية هي مجموعة من الممتلكات والمسؤولية المدنية بتهدف إلى حماية إيه؟ حماية الأسرة والأفراد، بتحميهم من إيه أو حمايتهم لكافة أنواع المشروعات الهندسية، سواء كانت إيه؟ سواء كانت إنشائية أو تحويلية أو استخراجية، من الخسائر أو الأضرار اللي بتصيب إيه؟ بتصيب الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات. واخدنا نطاق الحماية التأمينية، قلنا إن نطاق الحماية التأمينية على 3 حاجات اللي هي الإيه؟ الوحدات المؤمن عليها والأخطار المغطاة، وتالت حاجة اللي هي التعويضة التي تصيب الغير. وبعد كده اتكلمنا عن أنواع التأمينات الهندسية، وقلنا إن أنواع التأمينات الهندسية هم 6. قلنا إن أول نوع من أنواع التأمينات الهندسية اللي هو التأمين على جميع أخطار المقاولين، تاني حاجة تأمين جميع أخطار التركيب، وتالت حاجة تأمين المعدات المقاولين البرية، رابع حاجة تأمين عطل الآلات، والنوع الخامس اللي هو تأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية، وآخر حاجة من أنواع التأمينات الهندسية اللي هو تأمين فساد البضائع. وبعد كده اتكلمنا عن الوسائل الوقاية أو وسائل المنع اللي هي بتتخذها مين بقى، بتتخذها شركات التأمين وأصحاب المشروعات، وقلنا إن الوسائل دي للحد من الخسارة واتكلمنا عليها. هنيجي بقى في الوحدة التانية اللي هي تأمين جميع أخطار المقاولين. تأمين جميع أخطار المقاولين، من اسمها كده مقاولين، يبقى ايه؟ يبقى خاصة بالايه؟ بالمقاول. المقاول اللي هو ايه؟ اللي هو بيعمل مثلا بينشئ المصانع والشركات، المباني والإنشاء. طب انا الوثيقه دي بعمل ايه؟ بيأمن عليها المقاول، بيقول مثلا عندي مشروع، او عندي مشروع انا بعمله او بعمل مصنع، فانا عاوز ان انا أأمن عليه خلال فتره المقاوله، خلال فتره الايه؟ المقاول. طيب خلال فتره المقاوله دي يبقى هنا بيبدأ ان المؤمن له او المقاول ده يدفع لشركه التأمين اللي هي الاقساط، مقابل ان شركة التأمين لو حصل اي خسارة شركة التأمين تبدأ ان هي تعوض اللي هو المقاول ده عن الخسائر اللي هو تعرض ليها، عن الآلات والمباني والأجهزة. تمام كده؟ يبقى هنا هنشوف مع بعض على الشاشة تعريف وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، اللي هي بتتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن كافة الخسائر التي تحدث للمشروعات الهندسية اللي هي المدنية أو المعمارية، وذلك خلال فترة الإنشاء والتشييد التي يلتزم بها المقاول في عقد الإيه؟ المقاول. يبقى هنا شركة التأمين بتعوض المؤمن له عن كافة الخسائر اللي بتحدث للمشروعات الهندسية، مقابل إن هو إن المؤمن له ده بيدفع إيه؟ الأقساط. تمام كده؟ ده تعريف. هنا بتقديم وثيقة، تقدم وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين الحماية التأمينية لكل من، أنا عندي بعمل حماية تأمينية في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، بعملها لمين؟ بعملها للمقاول، بعملها لصاحب المشروع، بعملها للمهندسين التنفيذيين، بعملها للمقاول من الباطن. يبقى هنا أنا بعمل حماية تأمينية لمين؟ حماية تأمينية في وثيقة تأمين أخطار المقاولين أنا بعمل الأربع حاجات، ليه؟ اللي هو المقاول او صاحب المشروع
او بعمل لي اللي هو المقاول من الباطن والمهندسين التنفيذيين. دول الاربع اطراف او الاربع اللي انا بعمل لهم حماية تأمينية. هنشوفهم كده على الشاشة، او صاحب المشروع الاصلي، المقاول، المهندسون التنفيذيين، والمقاولون من الباطن. النقطة اللي بعد كده مدة التغطية التأمينية في تأمين جميع أخطار المقاولين. أنا عندي مدتين، المدة الأولانية هي فترة الإنشاء، وهي بتبدأ المقاول في قيام بأعمال المقاولة وحتى استلام المقاولة استلاما أوليا، ويكون الغطاء من كافة الأخطار. ده المدة الأولانية اللي هي فترة الإنشاء. أما المدة الثانية هي فترة الصيانة، وبتبدأ من انتهاء المدة الأولى وبتنتهي بقبول صاحب المشروع للعمل نهائيا، وبيكون الغطاء عن حوادث أعمال أعمال الصيانة. هنا الاستثناءات العامة لوثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين. أنا عندي هنا في الاستثناءات العامة، هنا أول حاجة زي ما احنا اتفقنا إن أي وثيقة لازم يبقى فيها استثناءات. هنا شركة التأمين ما بتعوضش عن الحرب أو الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الحرب الأهلية. تاني حاجة اللي هو التمرد، الشغب، الاضطرابات الأهلية أو الاضطرابات العمالية أو إغلاق المصانع أو التخريب أو الإرهاب. تالت حاجة الحجز أو الاستيلاء أي كان سببه، أو تدمير أو إتلاف الممتلكات بأمر أو إذن أي حكومة شرعية أو أي سلطة أو أي سلطة عامة. الإشعاعات الإيوانية أو التلوث بالنشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي. خمسة اللي هي مواد الأسلحة النووية. ستة الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المؤمن له. سبعة اللي هو توقف العمل سواء كان كليا أو جزئيا. يبقى هنا دي الاستثناءات العامة زي ما احنا اتفقنا في أي وثيقة من الاستثناءات العامة إن شركة التأمين ما بتعوضش عن إيه. شركة التأمين ما بتعوضش لو الشخص ده كان في حرب أو شغب أو أسلحة نووية أو أي حاجة من الحاجات اللي هي قالتها، اللي هم 7 نقاط اللي احنا قلناهم. هنا شركة التأمين ما بتعوضش عليها. طبعا انت هتلاقي في المحتوى او في المنهج بتاعنا هتلاقي كل وثائق هتلاقي فيها الاستثناءات العامة، وزي ما احنا اتفقنا ان يعني استثناءات يعني شركة التأمين ما بتعوضش. لو جالك مثلا موقف قال لك ان هنا ان الشخص ده اتصاب اثناء الحرب، او ان هنا في الممتلكات ان المصنع مثلا اتحرق اثناء حرب او اثناء شغب او اثناء حروب اهلية او توقف كلي او جزئي للعمل، هل شركة التأمين هتعوض؟ هتقول لا، لا يجوز ان شركة التأمين تعوض عن اللي هي الاضرار دي، لان هنا دي من الاستثناءات العامه لوثيقه التامين جميع اخطار المقاولين. طب هناخد بعد كده الجزء اللي بعد كده اللي هي الشروط العامه للوثيقه. اول شرط من الشروط مراعاه شروط واحكام الوثيقه. يعتبر شرطا مسبقا لوفاء الشركة بمسؤوليتها التزام المؤمن له بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات. يبقى هنا في الوثيقة أنا بعمل شروط وأحكام، هنا لازم تبقى موجودة في الوثيقة، لازم إن أنا ألتزم بيها. تاني شرط اللي هو تغير الخطر. يجب على المؤمن له اختيار الشركة كتابة وبشكل فوري بأي تغيير جوهري في الخطر. لو حصل أي تغيير أو أي حاجة لازم أن أنا أخاطب الشركة، ولازم أن أنا أخطرها أخاطب الشركة كتابيا وبشكل فوري. تالت حاجة اللي هو الاحتياطات الواجبة على المؤمن له. يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة واتباع توصيات وتوجيهات الشركة. يبقى أنا لازم أن أنا أعمل الاحتياطات الواجبة علي على المؤمن له، لازم أن أنا أخذ التوصيات والتوجيهات الشركة،
وان انا ما اقولش مثلا مؤمن له، ما يقولش ان انا خلاص ان انا امنت على الجزء ده فخلاص ان انا اهمله. لا، انت لازم ان انت تاخد التوجيهات والتوصيات اللي الشركه قالتها، ولازم ان انت تقوم بيها. ما ينفعش ان انت تقول ايه خلاص ده انا ايه ده انا امنت ده انا ايه اهمل الحاجه دي او اهمل ده. لا، ما ينفعش. شركه التامين لازم ان انت تعمل التوجيهات والتوصيات اللي هي بتقول عليها. وتاني حاجة زي ما احنا اتفقنا ان هنا في شركة التأمين لازم ان انت تختر الشركة، اي تغيير او اي حاجة لازم ان انت تختارها كتابيا. ما ينفعش ان انت مثلا هتغير في الخطر او اي حاجة تروح مثلا تبلغها تليفونيا. طب ما مثلا لو حصل خطأ او حاجة شركة التأمين هتقول ايه؟ ان انت ما بلغتنيش. يبقى لازم ان انا مبلغ لازم ابلغ اختار الشركة كتابيا، ان انا ابلغها ايه كتابيا. طيب بعد كده الشرط اللي بعد كده الفحص والمعاينة. هنا الفحص والمعاينة ان شركة التأمين هي اللي بتبدأ عندها اللي يجوز ليها ان هي تفحص وتعاين اللي هي الحادث او قبل الحادث، مثلا اثناء الوثيقة كتابة الوثيقة او كتابة الطلب بتروح حد متخصص من شركة التأمين تعاين الموقع وتشوف هل هينفع ان هي تأمن على الجزء ده ولا لا. فهنا من حق شركة التأمين اللي هي تعمل معاينة وفحص. يبقى هنا لو احنا شفنا اهو لممثل الشركة الحق في فحص ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت ايه مناسب. الشرط اللي بعد كده اللي هو واجبات المؤمن له عند وقوع حادث. اختار الشركة فورا تليفونيا أو برقيا. تاني حاجة اتخاذ كافة الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار. ثالث حاجة المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين الشركة أو خبرائها من معاينتها وفحصها. رابع حاجة اختار الشرطة فورا في حالة وقوع خسارة أو ضرر بسبب حادث حريق أو سركة أو سطو. يبقى هنا من واجبات المؤمن له عند وقوع الحادث ايه الواجبات اللي لازم يلتزم بيها المؤمن له عند وقوع الحادث. اول حاجة ان هو لازم يبلغ يخطر الشركة، يتصل بالشركة ويخبرها ان حصل حادث. تاني حاجة لازم يحافظ على باقي الحاجة اللي ما حصلش فيها اصابة او ما حصلش فيها خسارة، يبدأ ان هو يحافظ على المتبقي او الجزء ده. تالت حاجة أو رابع حاجة إن هو لازم يخطر شركة الشرطة فور وقوع الإيه الحادث. طبعا هو المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر واتخاذ كل الخطوات اللي في إمكانها العمل على تقليل حجم الخسارة. هنا ستة من الشروط العامة اللي هي إعادة مبلغ التأمين إلى قيمته الأصلية. يجوز بناء على طلب المؤمن له إعادة مبلغ التأمين إلى قيمته الأصلية، وذلك نظير سداد قسط نسبي عن الفترة المتبقية من التأمين. افرض مثلا ان احنا عندنا ان هو عمل وثيقة مثلا سنتين، فهو خلال السنة الأولى حصلت حادث أو خسارة وشركة التأمين بدأت عوضت عليه. فهنا صاحب المشروع او المقاول عاوز يرجع مبلغ التأمين او الاقساط للوقت الحالي او من ساعة ما بدأنا الوثيقة. فانا ببدأ اعمل ايه؟ ببدأ ادفع قسط نسبي، ادفع قسط نسبي عشان ارجع القسط بتاعه او مبلغ التأمين للاصل، عشان لو حصل لا قدر الله حادث تاني او خسارة تانية ابدأ ان انا اتعوضني بمبلغ التأمين كلي مش جزء منه. طب النقطة اللي بعد كده اللي هي تطبيق مبدأ الحلول في الحقوق. هنا يجب على المؤمن له قبل او بعد حصوله على التعويض من الشركة ان يقوم ويسمح ويساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوي التي تحل فيها محل المؤمن له. هنا شركة التأمين لو حصل أي خسارة بتبدأ شركة التأمين تعوض المؤمن له.
طب هي هتعوضه عن ايه؟ عن الخسارة اللي حصلت. طب بعد ما هنا بتعوض المؤمن له، تبدأ تعمل ايه؟ تشوف مين المتسبب في الحادث ده او الخسارة دي، وتبدأ ان هي تاخد منه إيه، تطالبه او تعمل ترفع عليه دعوة قضائية. يبقى هنا الحلول في الحقوق، ايه اسمها كده، مبدأ الحلول في الحقوق. الحلول في الحقوق ان انا بدي للمؤمن له، خلاص شركة التأمين هتدي للمؤمن له التعويض، وبعديها خلاص المؤمن له ملهوش دعوة، هي بترجع تشوف مين المتسبب في الخسارة دي، وهي اللي تبدأ تعمل تتقاضي أو ترفع قواضي أو ترفع عليه دعوة للمتسبب في الخسارة. كده المؤمن ليه دعوة ان هو يرفع قضايا او يرفع دعوة ضد المتسبب في الخسارة بعد ما خد التعويض؟ لا، ما ينفعش. هي شركة التأمين هي بتحل محله، بتحل محل مين؟ المؤمن له. طيب النقطة اللي بعد كده في الشروط العامة اللي هو سقوط الحق. هنا تسقط جميع الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة اذا قدم المؤمن له بيانات مخالفة للحقيقة او غير صحيحة او اخفى بيانات او حقائق جوهريه من شانها التاثير على قرار الشركه بقبول طلب الايه، التامين. من حق ان الوثيقه دي تسقط لو المؤمن له قدم بيانات مخالفه للحقيقه او غير صحيحه او اخفى بيانات ايه حق او حقائق ايه جوهريه بتؤثر على قبول طلب الايه، التامين. طب الشرط اللي بعد كده اللي هو تطبيق مبدأ المشاركة. الشركة مسؤولة عن تعويض الخسائر أو بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموعة المبالغ المؤمن بها على نفس الإيه؟ على نفس الأشياء. يبقى هنا مبدأ المشاركة لو أنا مأمنة في كذا شركة، بس أنا في الآخر أنا باخد المبلغ المأمن ككل، ما باخدش من هنا وهنا وهنا، لا أنا باخد من إيه؟ باخد منهم، بس في الآخر برجع لمجموع الإيه؟ المبالغ المؤمن بها. هنا إرجاء سداد التعويض. للشركة الحق في إرجاء سداد التعويض في حالة ما إذا كانت هناك تحقيقات تتعلق بالمطالبة تتم بواسطة الشركة. إذا كان هناك شكوك حول المؤمن له في الحصول على التعويض. يعني إيه إرجاء سداد التعويض؟ إرجاء سداد التعويض يعني شركة التأمين مش هتعوض المؤمن عليه دلوقتي أو المؤمن له دلوقتي. إمتى بقى هتعوض؟ إلا لو حصل، هي مش هتوقف دلوقتي، مش هتعوضه في الفترة دي، لأن لو هي شاكة إن المؤمن له هو المتسبب في حدوث الخسارة دي، او عندها شكوك ان هو المتسبب، او في قضايا او في حاجه بتقول ان المؤمن له هو المتسبب في الخساره دي، فشركه التامين بتعمل ارجاء سداد التعويض، ان هي ما بتديلوش تعويض دلوقتي الا لما تتاكد ان هو مش هو السبب في الخساره دي. تمام. يبقى هنا من حق الشركه ان هي تعمل ارجاء سداد التعويض لو هي متأكدة أو هي عندها شكوك في إن الشخص ده أو المؤمن له هو سبب في الخسارة دي. النقطة اللي بعد كده الأخطار. هنا كل اخطار أو مخاطبة للشركة خاصة بالوثيقة يجب أن تكون كتابة، زي ما احنا اتفقنا إن هنا لازم إن أنا أخطر الشركة كتابة. الشرط اللي بعد كده اللي هو الشرط الفاسخ لشركة التأمين الحق في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه، أن تخطر المؤمن له بوقف عقد التأمين مع إنذار بموجب سداد القسط خلال 10 أيام واللي اعتبر العقد إيه؟ مفسوخا. الشرط اللي بعد كده اللي هو شرط التقاضي، إن هنا تخلى ذمة شركة التأمين من دفع قيمة أو قيم الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحوادث بعد انقضاء كام؟ 3 سنوات من علم المؤمن له بها ما لم يكن هناك تحكيما او دعوى قضائيه قائمه ومتعلقه بالايه؟ بالمطالبه. الشرط بعد كده اللي هي المحاكم المختصه، اللي هي المنازعات اللي بتنشا عن تفسير هذه الوثائق او تنفيذها، وتتكون من اختصاص او بتكون من اختصاص المحكمه المختصه التي يقع فيها دائرتها المركز الرئيسي للايه؟ للشركة. هنا اخر حاجة من الشروط العامة لوثيقة التأمين الهندسي اللي هي جدول الوثيقة وملاحق الوثيقة.
هنا جدول الوثيقة وأقسامها وملاحقها جزءا متمما لها، وهي عبارة عن ايه بقى؟ ان الوثيقة دي انما وردت في هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام والملاحق متممة لها، يعني اي حاجة اللي هو الجدول او الأقسام او كل حاجة دي تخص ايه الوثيقة. يبقى هنا كده لو احنا فاكرين احنا خدنا ايه في الحلقة، خدنا الوحدة الاولى اللي هي مقدمة عن التأمينات الهندسية، وخدنا في الوحدة الثانية اخدنا اللي هو تأمين جميع اخطار المقاولين، واتكلمنا عن المفهوم وقلنا نطاق التغطية التأمينية على مين، على اللي هي المقاول والمهندسين التنفيذيين والمقاولين من الباطن وصاحب المشروع. وطبعا هنا للأسف حلقتنا انتهت، استنوني في الحلقة القادمة هنكمل الوحدة الثالثة، وأتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.